كتير جدا الامر ده، كتير جدا. لا ما ينفعش يبقى فيه سكات كده على طول، لا ابدا، لا انا مش مع كده. مفيش تجاوزات، مش هتجاوز في حقك، مش هتجاوز ان انا لا قدر الله يبقى فيه سب او شتيمه ولا حاجه، لا مش هستخدم نفس الاسلوب بتاعك خالص يعني، تمام؟ يعني امهاتنا غاليه قوي علينا، وعارفين كويس جدا 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 يعني ان والده حضرتك ميته، فمش هنعرف نتكلم في الموضوع ده اصلا يعني خالص، تمام؟ لكن انت مش على راسك ريشه، يعني انت مش على راسك ريشه، واوعى تفتكر ان رمي المحصنات ده بالساهل يعني. ما هو لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم. انت هيجي لك اليوم ده، هيجي لك اليوم ده على رؤوس الاشهاد بقى، يا اما في الدنيا يا اما في الاخره، يا اما في الاخره. وزي ما قلت لك، لو ربنا رحمك، لو انت ربنا رحمك، مفيش واحد في مصر هيخش النار. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. مفيش ذنب ما عملتوش، مفيش ذنب ما عملتوش. اوعى حد يفتكر ابدا ان في فرق شاسع ما بين الرجوله والبلطجه، في فرق شاسع كبير جدا، كبير.